بسم الله الرحمن الرحيم. ما كانش ممكن تمشي من غير ما اكلمكم واقول لكم متشكرين صحيح. فانا طبعا انتوا فاجئتوني لما خرجتوا كده بسرعه، يعني اسمح لي ان انا او اسمحوا لي حتى وانتوا موجودين والناس اللي مش موجودين معاكم، كل اللي اشترك واشتغل معاكم في المسلسل ده عشان يخرج بالصوره العظيمه الرائعه اللي فيها صدق حقيقي وصل مش للمصريين بس. صدقوني صدق المسلسل ده مش وصل للمصريين بس، اولا لان الوقائع اللي انتم يعني قدمتموها ما حاولتوش ابدا تبالغوا باي شكل من الاشكال، كانت وقائع حتى لو كانت في بعضها في قسوه او مراره لينا كمصريين، لكن انتم قدمتوها وده كان امر ملفت للنظر لينا كلنا كمصريين وايضا لكل من اتفرج على المسلسل. وبالتالي كانت الرسالة بقول تاني مش لمصر بس، لا لمصر والخارج مصر. وعشان كده عايز أقول إيه، الشكر لكم مش على الجهد اللي انتوا بذلتوه، على الفكرة اللي انتوا قدمتوها، فكرة كانت أكتر من رائعة وعظيمة. وعايز أقول لكم إن احنا خلال سنين كتيرة من تناول إعلامي لموضوع موضوعات بتتم في سينا لم تصل للناس بنفس المستوى اللي انتوا في خلال الشهر ده قدرتوا توصلوه. طب ايه المطلوب؟ لا احنا مطلوب كتير، مطلوب كتير قوي، لان يعني احنا دلوقتي موجودين وانتم عايشين اللحظة اللي بتحصل في سينا وحجم الانجاز اللي ربنا سبحانه وتعالى ساعدنا فيه. وكنا فين في 2012 و13 و14 و15 و16 وبين دلوقتي؟